حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملك، بعث لملك على صورة رجل في طريقه فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية زائرة. قال فهل لك عليه من نعمة تربها؟ أنت لك مصلحة عنده راح تأخذها منه ولا في شيء معين؟ قال لا، غير أني أحبه في الله، أنا والله ما بيني وبينه شيء، أنا زائرة أحبه في الله، ودي أشوفه بس أستمتع بشوفتي وأسأل عنه فقال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. شوف الجزاء، لأنك حبيت فلان في الله أنا مبعوث لك من رب العالمين أخبرك وأبشرك أن الله سبحانه وتعالى يحبك لأنك أحببت فلان فيه سبحانه وتعنيت له وزرته وهو في قرية أخرى، كل هذا لله؟ هذا موجود اليوم؟ أن الواحد يرفع السماعة على أخوه داق عليك أول ما يقول آمر شو بغيت؟ ماكو شيء والله بس بسأل عنك يا أخي أحبك في الله، رايح للبيت طاق على الباب أول يوم والله بزورك إذا عندك شغل آمرني أخدمك بشيء، لا والله ماكو شيء بس أشوفك أستانس بقعدتي معاك يا أخي، إذا شفتك أذكر ربي يزيد إيماني أحبك في الله، أبي أوطد هذه العلاقة وأوثقها بيني وبينك عشان أحصل على هذا الأجر العظيم. قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه، محبة الله تجب لهؤلاء الذين يتحابون في الله. قال صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. يعني أنا وأنت لو حبينا بعض في الله اللي يحب الثاني أكثر هو اللي الله يحبه أكثر، اللي حريص على أخوه أكثر هو المحبوب إلى الله أكثر، أذكره وأعينه وأساعده وأحبه أكثر، أكون أقرب عند رب العالمين من أخوي هذا اللي أنا أحبه وكلانا على خير. ختاما قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليبين له وليخبره أنه يحبه فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. وعملا بهذا الحديث أقول لك أحبك في الله، وعسى الله سبحانه وتعالى يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.